بسم الله الرحمن الرحيم. تظاهر علما طلعنا على مود اقل حقوق بينا هي فرص عمل للشباب. نعم. شباب واسط. نعم. واحنا نطالب العالم بالخروج لهي المظاهرات، مظاهرات سلميه. فاحنا نريد فرص عمل، نريد تعيينات، نريد تبليط الشوارع. نعم. هاي كلها ماكو، واحنا طلعنا كمظاهره سلميه. يعني ما نريد اقل شيء من الحكومه. هاي حكومة الله سلطها علينا، الله نبع علينا بلاء من 2003 لحد الآن. الله ينتقم منهم، الله ينتقم منهم. هاي كلهم حرامية. قوات الأمنية شلون المتظاهرين؟ هسه لحد الآن كل شيء ماكو. نعم. كل شيء ماكو. وننتظر احنا والله كريم. طلعوا لكم مسؤول طلع لكم؟ لا ولا واحد طلع، لحد الآن ولا واحد طلع، ولا واحد قال ايش تردون؟ ايش بيكم؟ ومستمرين إن شاء الله ونبقى هنا. أنا نبقى هنا. المحافظ عضو مجلس رئيس ولا واحد طلع ولا واحد. وهاي جت انتخابات وتعالوا انتخبوا وتعالوا ابد بعد طلعوا الانتخابات ما نطلع. ماكو اي انتخابات. اي انتخابات ماكو. على اساس نطلع ننتخبهم وهم ترجع نفس الزبايل نفس الزبايل ترجع. هم يبقون بيك ويرجعون وهم كلهم مرد المحافظه. طالعين على مود مطالبنا، على مود يعني احنا كافه بغداد العالم تطلع على مطالبها يستقبلوهم بمسيل الدموع ويستقبلوهم يعني الشغب ويستقبلوهم الشرطه يعني يقابلوهم. يعني هو الشعب طالع على مود يبوقون قدام عينهم قاعد يبوقون كافوا والله تعبنا والله ملينا انهنا سلبنا تهجرنا تشردنا وين يعني وين نعيش بعد؟ يعني احنا كفاءه الشباب طالعين عمود مطالبنا يبوقون قدام عيننا واحنا ساكتين. كم دون نبقى ساكتين؟ الامام الحسين يقول هل الناصر ينصرنا واحنا ننتظر واحد ينصرنا؟ لا اذا ما نطلع ونقوم بدينا لا بعد ما كل حل مالها كل حل مالها. انا اقول لك كل حل مالها. والله اي واحد ما طلع اي واحد كاف الباحه عالم اذوا العالم. الباحه الشغب هنا هم كلهم اخوتهم ولد عمهم ولد منطقتهم واذوهم وضربوهم هنا. كاف شباب الباحه سلاحت بلشنا يا شباب وما يعرفون وين هم لحد الان ما يعرفون. شباب الباحه اخذوهم منا ما ادري واحد. مظاهرات سلميه طالعين احنا وعالم استقلت ما بقى واحد هنا. شكل من يعني شو اقدر اسولف لك؟ شو اقدر احكي يعني؟ شو اقدر احكي يعني؟ ما حد يعرف شنو الوضع؟ ما حد يعرف شنو الوضع؟ بس نرجع ونقول هذا قدامهم نبقى قدام عينهم. الشعب